يتراجع شوية مفهوم الهالود سمايل، وبدأنا نعمل ألوان أكثر طبيعية. كل الناس لازم تسنتي حلوة جميل. بس محدش عارف أنا عملت إيه. التقنيه اللي يصلح بيها الانسان سنانه ده فن وموهبه مهمه جدا. كل حد ليه البصمه بتاعته وليه الابتسامه الصحيحه بتاعته. مين الناس اللي فعلا الانتجان تحل لهم مشاكلهم؟ اكترها بتبقى مشكلات اعوجاج الاسنان المزمنه. الدكتور محمد عاطف، استشاري تجميل وزراعه الاسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان. أهلا بكم، النهاردة حلقة مهمة جدا. في حيرة في المجتمع المصري اللي بدأ يهتم الحمد لله، بس طبعا نتمنى اهتمام أكتر بسنان. إنه في مشاكل في السن، أنا شكلها مش حلو، تمام. في عربجه بقى، تكسير حته مش عارف ايه، اللون، حاجات كتيره بقى هنتكلم فيها النهارده بالتفصيل. طب هنتخذ قرار ايه في التعامل مع السنان؟ هنعمل تيجان تجميليه كراونز، ولا هنعمل قشور تجميليه، ولا هنعمل تقويم؟ هنا الحيره ودايما السؤال الكلاسيكي، حتى والواحد قاعد، انا راجل بتاع بطن، طب بشري مش طب اسنان خالص. لو انا قابلت حد من اصدقائي يقول لي هو انا هعمل ايه؟ اقول له يا عم هو انا عارف، هو نفسه وهو قاعد مع اصحابه، وانا هعمل ايه؟ طب انا اسناني بايظه، في فراغات، في شكل مش حلو، هعمل ايه؟ هي ديت القصه بتاعت النهارده. الحقيقه النهارده قصه مثيره، هي كلمه اختيار التقنيه اللي يصلح بيها الانسان سنانه ده فن وموهبه مهمه جدا. ضيف عزيز عليا جدا، اسم كبير في عالم الاسنان، والحقيقه بنسعد دائما انه يكون ضيفنا وبندعوه، لكن شغلات ربنا يوفق الجميع، لكن بنصر وفي الاخر بنسعد جدا بتلبيه الدعوه. مهاري جدا، هادئ جدا، دقيق جدا، هنسمع علم موثق جدا وتفريقي تفصيلي، تفريقي في الطب عندنا، اللي هي ازاي افرق احتياجات، انت يناسبك ايه؟ ده النهارده حواري مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد عاطف. اهلا بيك يا دكتور ايمن، سعداء ان احنا معاك. انا اللي سعيد بانك انت اخيرا اللي بتدعي. اشكرك، شكرا جزيلا. الحمد لله على السلامه. ربنا يسلمك. عايز ابدا معاك بسؤال كلاسيكي عام قوي، ليه تقويم وليه تيجان تجميليه؟ ليه تيجان تجميليه ومش تقويم؟ ليه؟ التقويم زي ما احنا معتادين على التكنيك بتاع العلاج بتاعه، ومعتادين على شكله، اجراء الغرض منه تصحيح بعض مشاكل اعوجاجات الاسنان، او حتى تقدم الفك او تقدم الاسنان. والاجراء ده المتعارف عليه ان هو بيبقى جهاز معدني بيركب على الاسنان، بيقعد فترات زمنيه طويله. الفترات دي ممكن تبقى 12، يمكن زي ما احنا شايفين في الصوره، ده الشكل جهاز التقويم المعدني المتعارف عليه، الكلاسيكي والصحيح بالمناسبه. يعني هو ليس باجراء خطا، ولكن دايما لازم نبقى قد التحدي وقد الريكويرمنتس اللي دايما بتبقى عند الحالات بيطالبونا بيها. ازاي هقعد بجهاز تقويم زي كده 12 شهر او 24 شهر، سنه او سنتين، وانا بشتغل في الميديا، او وانا بشتغل في وظيفه بتتطلب ان انا بقابل الناس وبتكلم معاهم؟ ده مش مناسب جدا لطبيعه شغلي ولا لوضعي الاجتماعي. يمكن تجي لنا كمان سيده مقبله او بنت مقبله على الزواج قبل زواجها بفتره زمنيه قصيره، ويمكن بيكون حلها الصحيح برضو وليس بحل خطا هو التقويم. فالتحدي كيف نقوم بتجميل هذه الاسنان في مده زمنيه ليست بطويله، لان لازم نراعي احتياجات العميل في النهايه، اللي من ضمنها ودي حاجه مهمه جدا الوقت. من هنا ظهرت فكره التيجان التجميليه، وهي ليست بفكره حديثه. ده اللي خلى في يعني في تقدم كبير في مجال تجميل الاسنان في الناحيه دي. ايه فكره التيجان التجميليه؟ يعني نقرب منها شويه، يعني عشان برضو الناس تفهم. انا اول ما اقول لواحد انا هعمل لك تيجان تجميليه او كراونز، ايه الفكره؟ الفكره ان التعامل مع اعوجاجات الاسنان
بيتم عن طريق تصغير حجم الأسنان بدرجة معينة. الدرجة دي بتكفي ان انا اركب عليها التاج او الكوفر اللي هيكون في الوضع الصحيح مش في الوضع المعوج بتاع الأسنان. دي الفكرة العامة. واللي مرت بمراحل كتير جدا يمكن دي فكرة التيجان. السنة المتصغرة اللي بعدين بصمم عليها سنة فيها كل المواصفات اللي انا محتاجها وبركبها، فبتبقى دي هي سنته الثابتة والدائمة. انا باكد على الكلمتين دول لان الناس في ناس تقول طب هي تقعد في بقي قد ايه او ممكن تبقى يعني احتاج اغيرها امتى. اللي بيفترض فيها ان هي تبقى ثابتة ودائمة. تعدل هي تناسب والله فيها علاج من الناحيه دي. انا بروح جاي ظابط ومركب التاج صح كده بالظبط كده. بالظبط هي دي الفكره بتاعت التيجان التجميليه. ويمكن من الحاجات او الحاجات اللي فرقت في الفترات الاخيره التيجان التجميليه عن سابقتها من التيجان هو بعض العوامل او بعض الصفات التجميليه اللي زادت عليها. يمكن المتعارف قبل كده ان كان في عندنا حاجات او تيجان اسمها بي اف ام او المتعارف عليها باسم البورسلين. والتيجان دي كانت ليها تكوين، مش عايز يعني ازعج الناس قوي بالتكوين بتاعها، بس هي من الداخل كانت بتبقى عباره عن جسم معدني او شاسيه معدني اذا صح التعبير. الشاسيه المعدني ده بيغطى بطبقه من البورسلين. يمكن زي ما بنشوف في الصوره هي دي صوره بتبين الفرق ما بين التيجان التجميليه الحديثه اللي هي على اليمين والاخرى اللي على الشمال هي التيجان القديمه البورسلين. التيجان البورسلين بالمناسبه هي تيجان جيده وليست سيئة، بس الاحتياج التجميلي ادى الى ظهور انواع احدث. يمكن حتى اللي على اليمين هي نوع من انواع التيجان التجميلية اللي اسمها اللافا زيركونيا. ولو بصينا في الفرق ما بين الصورتين هنلاقي قد ايه السنان اللي على اليمين اكتر طبيعيه وناتشوراليتي اكتر من السنان البورسلين. يمكن فرق تاني ان لو بصينا على الفرق ما بين اللثه والاسنان هنلاحظ ان في يعني دارك لاين او خط يعني مزرق من السن بالظبط كده بنسميه ميتال تاتو. وده بيفرق كتير جدا في الشكل التجميلي. ده فرق مهم جدا وده اللي ادى الى التقدم في علاج بعض حالات اعوجاج الاسنان بالتيجان التجميليه. بس انا اتبسطت من نفسي ان انا شاطر عرفت ان اللي على الشمال دي هي البورسلين. يعني اول ما بصيت لها على طول عرفت صحيح. يعني هي ممكن واحد يعمل التيجان اللي على الشمال دي ويبقى راضي عادي، ما هو شكلها ابيض شكلها كويس مقبوله، لكن العالمين دي واو. هي دي هي دي الحلاوه. صحيح هي الفكره ان احنا بنحاول نقرب ناتشرال از ماتش از وي كان. يعني نقرب من الطبيعه. بالظبط كده بالظبط. طب انا دلوقتي عايز افهم، انا دلوقتي عندي مشاكل هاجي لك، ايه الخطوات اللي هنمشيها مع بعض عشان نوصل للشكل اللي على اليمين؟ يمكن الموضوع بي 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 بيختلف من حاله لحاله، ولكن في خطوط عامه بنمشي عليها. الحاجه الرئيسيه والمبدئيه ان احنا بناخد صور وريكوردز بنسميها ريكوردز للحاله او للمريض، نقدر من خلالها نصمم الاسنان الجديده بتاعته. ده بيدينا صوره بنسميها فيرتشوال ايمج اللي هي صوره تخيليه، هتكون شكل السنان دي ازاي. الصوره دي ليها عوامل كتير قوي بتحددها، يمكن ابعاد الفك، ابعاد السنان الاصليه، احنا عايزين نتحرك في انهي اتجاه، اتجاه التصحيح هيبقى عامل ازاي. مش بتبقى صوره ستاندرد او صوره واحده بتتعمل لكل الناس، يعني ده مش لان في ناس بتبقى متخيله كده ان احنا ينفع ناخد السمايل بتاعت كريستينا اجيليرا ونركبها لها. ده مش اجراء، مش ده اللي بيحصل. كل حد ليه البصمه بتاعته وليه الابتسامه الصحيحه بتاعته. بس فدي من اول اهم اجراء يمكن اللي هو السمايل ديزاين او تصميم الابتسامه. ده بياخد وقت مهم، يعني ده بياخد وقت طويل بس وقت مهم. وقت مهم وهو مش بياخد وقت طويل الحقيقه. ومش دايما
يعني زي ما حضرتك شايف في الصوره، الصوره هي مش سمايل، الصوره هي تكنيكال اكتر، يعني صوره بيحتاجها طبيب الاسنان في العلاج اكتر. عظيم. انا عايز اروح معاك في حالاتك بقى، يعني نشوف أوكي. لانه دي قصص مهمه جدا طبعا. اللي احنا قلناه، كل اللي احنا قلناه ده شرح رائع جدا كعادتك في النظري. نشوف الحاله الاولى، حاله فيها الحاجه المشهوره جدا على فكره، الفراغات، صح؟ بالظبط كده. الحاله دي يمكن الميد لاين دايستما او المسافه الوسطى الكبيره، دي من الحالات الشائعه جدا في مشاكل تقويم الاسنان، واللي هي بالمناسبه من الحالات اللي ممكن يعني ما تحتاجش وقت كبير في حالها كتقويم. بس الوقت الكبير ده ممكن ما يسعفش ناس كتير. فلو تخيلنا مثلا ان الفرق ما بين الصوره البيفور اللي هي العليا والصوره بعد العلاج اللي هي الصوره السفلى اسبوع واحد، هنعرف تماما ان هي ممكن تلحق مناسبه مهمه جدا عندها بعد اسبوعين. تعمل لها بس قفل للدايستما او الفلجه في النص. بالظبط كده. اتعمل الاسنان بالمناسبه، لم يتم خلع شيء، الاسنان زي ما هي، واستغلنا الاسنان الموجوده في دعم التيجان التجميليه للفك العلوي. عملنا مجموعه من التيجان عشان نقدر نوزع الفرق ده على الاسنان كمان الخلفيه. عشان ما نشعرش، لان يمكن ودي حاجه ممكن تبقى مهمه برضو لبعض زمايلنا، لو عملنا 2 كراونز او 2 تاج تجميلي فقط على السنتين الاماميتين في مثل هذه الحاله، هيكون حجمهم كبير جدا. وهو ده هيكون طبعا نتيجه طبعا. احييك على الفكره. احييك على الفكره، انت وزعت المسافه على السنان الاماميه كلها. بالظبط. لو احنا كنا يا جماعه، عشان اسهل لكم، عشان الدكتور محمد بي يعني بيشرح برضه بطريقه حريفه قوي. لا، نرجع للصوره اللي فاتت. لو احنا بصينا للصوره وفكرنا تفكيرنا واحد، انا لو انت قلت لي ايه الحل يا دكتور ايمن بابداعي الجبار، اقول لك نعمل كراونز في السنتين الاماميتين. طبعا دي نصيبه، لان بس السنتين كبار قوي. بالظبط. لكن نعمل بقى اكتر من كراونز، ونحاول نخلي في الاخر الكراونز الاخيره اقل. بالظبط كده. دي عمليه هندسيه بتقعد تحسب جيومتريكس فعلا. يعني بنقيس بالظبط، احنا هنوزع المسافه دي اللي هي حوالي يمكن 3 مللي على بقيه الاسنان، فكل سنه تاخد الشير بتاعها. ففاينلي تاخد النصيب بتاعها. تاخد النصيب بتاعها. النصيب بتاعها في الكراونز بتاعها. بالظبط. عملنا كام كراونز في الحاله دي؟ 6. 6. من الناب للناب. من الناب للناب. ويمكن برضو بما ان احنا بنتكلم عن الحاله بشكل اكثر تفصيلا، احنا كان عندنا كمان مشكله الجامي سمايل. ما شاء الله. يعني انا بس ادوني فرصتي استاذنا ربنا يخليك. فكمان حلينا قصه الجامي سمايل عن طريق الجامي سمايل، هي الابتسامه اللثويه او ظهور جزء زياده من اللثه مع الابتسامه. وده حليناه عن طريق برضو حاجه انكلودد او داخله في الاجراء، وهو تقصير الجزء من اللثه ظاهر، جزء اللثه الظاهر، وبعد كده تركيب الكراونز على الوضع الجديد. عظيم جدا. الصوره الثانيه، الصوره اللي بعد كده دي صعبه بقى. يمكن هي تبدو صعبة، وبالمناسبة هي حالة من الحالات الكثيرة جدا والشائعة جدا، يعني اللي هو اعوجاجات الأسنان، واحدة داخلة واحدة خارجة. والجزء الأهم في الحالة في رأيي إن اللثة كمان مش منتظمة. فعندنا أجزاء، وده مساهم قوي في شكل الحالة ما تبقاش دقيقة أو ما تبقاش منضبطة قوي، يعني البيفور بتاعها طبعا. وجود مستويات مختلفة للثة. الحالة دي عملنا معاها إيه؟ الحالة دي برضو وحدنا الليفل بتاع اللثة، وبعدين عملنا التيجان الأمامية. وهنا عايز أقول يا دكتور أيمن إن إحنا برضو الحاله دي كان ينفع تقويم، بس ده ما كانش هيدي. يعني احنا القصه هنا مش وقت بس يا جماعه، القصه هنا ان احنا صلحنا كمان فاكتورز ثانيه او عناصر اخرى مساهمه في الابتسامه. احنا ظبطنا كمان اللون بدرجه كبيره جدا، عملنا زي سيمتريه بالظبط كده. الاسنان لو بصينا فيها، الاسنان العلويه لو رصيناها بشكل كويس هتبقى مرصوصه
اي نعم، ولكن ما فيش فيها سيمتريه. الاسنان شكلها مختلف تماما، كمان لونها غامق شويه. فيمكن انا في رايي كمان ان حل التكات التجميليه في الحاله دي كان وان واي، يعني ما كانش في اختيارات اخرى يعني. وهو برضو زي ما احنا شايفين دي اسنان رجل، برضو واخده الايه الكيرفات مش ناعمه، الكيرفات حد سن ده اللي كنا لسه بنتكلم عنه فورا، الكيرفات اللي هي حد اكتر، فناسبه مناسبه جدا للابتسامه بتاعته اتخيل. واللثه اتعملت بشكل رائع بالليزر. عايز اقول لحضرتك ان الفرق ما بين الصورتين اسبوع. اسبوع بالظبط كده. الحاله رائعه، الحاله دي كانت دي صعبه قوي دي. دي برضو من الحالات الشائعة اللي عندنا السنة السنتين الاماميتين واحدة فيهم overlapping او مغطية او معدية السنة التانية، والسنة السفلية اللي هي متراجعة. الحاجتين شائعتين جدا. الحالة دي برضو كان ينفع تتحل تقويم، فعلا كان ينفع تتحل تقويم، ولكن تحتاج قد ايه عشان تتحل تقويم؟ يمكن حاله زي كده، وهي كان يمكن ليتريتيز يعني في اواخر الثلاثينات، يمكن تتحل في سنتين 24 شهر مثلا. بالاجراء التجميلي اللي هو التيجان التجميليه قدرنا نحل رصه الاسنان مع لون الاسنان ومع شكل كل سنه على حده، اللي هم الثلاث عوامل اللي دايما بتكلم عنهم. في دي خدت اسبوعين بالظبط. اسبوعين دي من الحالات بقى السن كبير، لون سن كبير مش صغير. الحالة دي يمكن عمرها يعني الحالة دي يمكن في بداية الثلاثينات يمكن. بس الحالة دي يمكن فيها تفصيل اكتر شوية. لو لاحظنا الخط المنتصف، احنا دايما من الحاجات التجميلية اللي لازم نبقى حريصين عليها خط المنتصف اللي بين السنتين الاماميتين يبقى في النص. فلو بصينا في الصورة البيفور هنلاحظ ان الفم عندها مرحل شمال. هو الفم مش مرحل شمال، هي الاسنان مرحلة شمال. ظبطناها في الافتر ازاي؟ ان احنا قدرنا نظبط خط المنتصف انه يبقى في المنتصف. طب دي ده جزء كان عندها سنه ميسنج يمكن مش باينه في السمايل، في الخلف شويه بالظبط كده. بس الاهم بقى لو بصينا في السمايل البيفور او في الابتسامه الصوره اللي قبل، هنلاحظ ان الجانبي بتوع الفم عميقين جدا. وده بنسميه وايد باكال كوريدور، يعني لما حد بيبتسم بيظهر الفم من الجانب عميق جدا. الجزء ده في الافتر حليناه، ودي نفس الحاله يمكن لو شفنا ابتسامه توم كروز بيفور هنلاقي عنده ذا سيم. دي الدهاليز او الجانبين المظلمين في فتحه الفم مع الابتسام بالظبط كده، بتلاقي الجانبين بتوع الفم السنان لما لجوه فسايبين فراغ اسود بالظبط كده. يمكن الحاله دي قدرنا نحل ان احنا نوسع الاسنان في عمل التيجان التجميليه، فقفل الوايت باكر كوريدور، فبقت ابتسامه جميله جدا. وهي طبعا كان نفسها كمان في الهالويد سمايل او اللون الناصع البياض للاسنان. ودي يمكن حاجه بنجوشيت فيها مع او دايما بتفاوض فيها. انا نظرك لحاجه اتفضل. لما بصيت بيفور قلت لها بجمله ما شافوش الست طبعا، قلت لك ست كبيره في السن، شو خد بالك انت من الحكايه دي؟ وانا لم اكن مخطئ في اعتقادي، انا شفت جزء من الوش، لان الاسنان بالشكل بتاع اللي فيه بكر بتديني انطباع بالسن الكبير. تخيل. صحيح. بس انت ممكن تريكورد الحكايه دي. دي نوتد. والله العظيم. يعني انا لما قلت دي سنها ان دي سن كبير، انا مش شايف وشه ومش شايف تجاعيد، بس انا لاحظت الفم اداني انطباع، ده الانطباع بتاع الدهليز الجانبي انه سن كبير. صحيح. ده من الانطباعات اللي بتتاخد عن الديب باكال كوريدور او الدهليز الجانبي العميق زي ما حضرتك تفضلت وقلت. عايز اقول لحضرتك ان الحاله دي ليست يعني مش كبيره في طقطعينا يعني في الكبر في السن لدرجه ان هي تبدو بهذا، هي صغيره في السن يمكن في اول الثلاثينات. بس الموضوع اتغير عندها تماما. يمكن انا من الحاجات اللي احب اقولها ان الهوليوود سمايل اللي كانت مرضيه بالنسبه لها جدا وكانت حباها جدا اللي هي الابتسامه الناصعه البياض. الحقيقه الابتسامه كمان بقت بتتبع الفاشن او بتتبع الموضه بدرجه كبيره قوي. فيمكن بدا يتراجع شويه مفهوم الهالود سمايل، وبدانا نعمل الوان اكثر طبيعيه وتليق على البشره بتاعتها.
هي فكره تليق. احنا عندنا حاجه اسمها بليتشنج شيتس او الدرجات الناصعه البياض اللي هي اصلا مش ناتشرال، يعني هي خارج نطاق الالوان الطبيعي للاسنان، ودي خارج النطاق الطبيعي للاسنان. بس دي كانت طالعه ترند ان الناس بتعمل سنانها كلها بيضه زياده، واحنا يعني لان احنا بنشتغل في تجميل الاسنان فدايما لازم نتفهم احتياجات المريض. يعني دايما يقولوا كده when you are at Rome do as Romans do. فاحنا في مجتمع بيحب قوي الهوليوود سمايل وبيعملها بشكل متكرر، فلازم نتفهم ده ونتفاعل معاه. ولكن في الواقع احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا ندي للناس ناتشرال سمايل اكتر من البيضه الناصعه البياض. نشوف بقى الحاله اللي بعديها برضو. دي فرق كبير بين السنتين. الفرق ده يمكن اكبر كمان من الحاله اللي شفناها من قبل شويه. بالظبط كده. وكانه فاقد سنه، كانها فاقده سنه، كانها فاقده سنه في النص. ودي من الحالات اللي زمايلنا واصدقائنا اللي بيشتغلوا في تقويم الاسنان هيلاقوا ان كمان في حاجه اسمها ليبيال فرينم. ليبيال فرينم ده هو الثانيه الجلديه اللي واصله ما بين الشفه واللثه. فدي عملنا لها جراحه اصلا الثانيه الجلديه اولا، وهي اصلا بالمناسبه هي اللي متسببه في الاتساع الكبير ده. عملنا الجراحه دي اولا، وبعدين عملنا التيجان التجميليه بنفس برضو فكره توزيع المسافه دي على بقيه الاسنان الخلفيه. يمكن المسافه دي عشان كبيره فاحتاجنا نوسع النطاق شويه بتاع التيجان التجميليه لـ8. تمن اسنان شالوا تمن تيجان تجميليه تحملوا هذه المسافه بالظبط. بس لما نيجي نشوف الصوره الافتر ما نحسش ان في حاجه شاذه ولا حاجه خارجه عن السياق. السمايل ناتشرال تماما. على فكره الوصله الجلديه ما بين الشفه واللثه دي اتشالت، دي اتشالت سيرجيكالي. في 5 دقايق بالظبط. بالظبط. نشوف الحاله اللي بعديها. من الحالات الشائعه جدا برضو ان في خلال او في مراحل تبديل الاسنان الاولى يمكن سنه في ميعاد طلعها ما تلاقيش مكان تطلع فيه. فتطلع للخارج زي ما شايفين الصورتين اللي على الشمال. الصورتين اللي على الشمال بيوضحوا السنه بالظبط، هي سنه خارجه لبره. في الافتر برضو قدرنا ندخلها او نحطها في نفس الصف بتاع الاسنان مع عمل الحاجه اللي انا بحبها اللي هي الناتشرال شيد او اللون الطبيعي للاسنان. فبقى السنان مرصوصه كويس بس رايح برضو تجميليا. تجميل بالظبط كده. ولكن في اطار او في لون طبيعي. دايما عندنا قاعده دكتور ايمن في التجميل بيقولوا الاجانب كده، يعني يقول لك ميك everybody نوتس but no one know. يعني كل الناس تلاحظ ان ابتسامتي حلوه بس محدش يعرف انا عملت ايه. بالظبط. يعني انا شايفك ابتسامك اجمل، ابتسامتك اجمل بس مش شايفها ارتفيشال كمان. بالظبط. شايفها طبيعيه. الله، ايه الابتسامه الحلوه دي؟ بالظبط كده. يعني دي دايما القاعده اللي المفروض تحركنا دايما في الاجراءات التجميليه المختلفه. في مركز متقدم مثل ادائك ما شاء الله وعملكم هنا التضافر الجماعي، ده عمل جماعي مش عمل فردي. طبعا طبعا. ولكن العمل الجماعي لازم يقوم عليه، ودي حاجه يعني لازم ننبه بيها، هو مش تجمع لعدد كبير من الاطباء ده كده اسمه جروب براكتس او تيم ورك. لا، هي الحكايه مش كده. الحكايه ان لازم يبقى فيه سبيشاليتيز، كل واحد شاطر جدا في السبيشاليتي بتاعه وفاهم الاخر. ما ينفعش فريق كره قدم يكون في محمد صلاح ويكون المدافع بتاعه واحد تاني عمره ما لعب مع صلاح. لازم الناس يبقى في بينها ما يسمى كوردينيشن، تنسيق دائم. ودايما اي تيم لازم يبقى له المايسترو اللي بيحدد القائد، اللي بيحدد المهام وبيدسكاس مع الناس وبيحدد الاولويات وبيليد التيم للسكسس. يعني لازم يقود هذا الفريق الى عمل حاله ناجحه. انما كل واحد شغال بطريقته وبدون تنسيق طبعا الامور ممكن توصل لدرجات مش جيده خالص.
انا سعيد جدا بزيارتك وسعيد جدا اولا بوجودك معنا في ناس حلوه، لانه اولا طبعا سمعه رائعه واداء فني مميز للغايه وطبيعه وشخصيه علميه على ارقى مستوى ما شاء الله. نسعد جدا بانك تكون معنا. من الصعب انه ان انت تدينا من وقتك كتير، لكن انا يعني زي ما اقول حريص على احنا نستفيد جدا من طريقتك العلميه البحته التفصيليه الكلاسيكيه اللي انا بحبها. انا كلاسيكي جدا، فبحب الكلاسيكيه في الشرح، وده هيخلي ثقافه الطبيه عند الناس في عالم طب الاسنان ترتفع الى درجه انا اتمنى. وانا اتمنى كمان، انا اتمنى وهو بالفعل يعني يمكن الـ 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 الاداء الاعلامي لبرنامج زي برنامج حضرتك ساهم كتير في 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 الناس يبقى عندها وعي طبي اكتر على كافه المستويات. فطبعا الناس كمان كلها بقت مثقفه دلوقتي، واي حاجه بيفكر فيها على جوجل فالامور بتمشي بشكل احسن كتير. نتمنى بس ان احنا يعني ان انت تدينا من وقتك كتير ونقعد نسمع حكاوي كتيره جدا خاصه باداء عملي ديناميكي مثقف للغايه متقدم للغايه في عالم طب الاسنان. لا بعتقد انه من العوالم الصاروخيه التقدم في الفتره القادمه. نورتنا. اشكرك دكتور ايمن صديقي العزيز، وان شاء الله دايما نبقى مع بعض في برنامجك الهايل. الاسم الرائع والاداء صاحب الاداء الرائع جدا في عالم طب الاسنان الاستاذ الدكتور محمد عاطف كان مبدعا كالعاده في الناس الحلوه. خليكم الناس الحلوه. الحقيقه يا جماعه ان احنا عندنا يعني حالة غريبة جدا، ان احنا بنستسهل اشياء وبنستسخف او بمعنى اصح بنستهون بحاجات في منتهى الاهمية. اولا انت محل هتعمل ازاز بره، ما ينفعش الازاز ده يكون كانه مش مرئي، شفاف تماما. لازم لو هو شفاف تماما حتى انت جبته خلاص واشتريته، لازم تحط بوستر، تحط حاجة تنور عليه نور بشكل معين عشان يبان، تعمل أي حاجة بحيث إنه يبان، بحيث إن اللي داخل ممكن ما ياخدش باله يخبط. وكويس إن أنا كإنسان إلى حد ما رياضي شوية أو قدرت أتحمل الخبطة، في غيري ما كانش ممكن يتحملها. لو الخبطة دي جت في مناخيري كانت هتكسرها.